ما هي المشكلة النفسية أو الاضطراب النفسي الأكثر انتشاراً؟ ما هو تفسير الحذر الشديد أو الخوف الزايد عن الحد في التعامل مع مجريات وأحداث الحياة؟ في الحلقة القادمة من برنامج توازن نتعرف معكم على اضطراب القلق، أسبابه وأنواعه وكيفية علاجه، فكونوا معنا. برنامج توازن مع الدكتور حسن بن عقيل يأتيكم بإذن الله على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.